وحين عاوب الله بنا إن شاء الله تعالى كتابك الله يداهدو الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة وكل سابسا موضوع عقدي أما كل سابسا مسائل الإيمان والكفر كل سابسا كتاب كاني وكي طبنات أما سقالات كمدى الرسائل كي كتبت إلى هايين أئمة دعوة النجدية رحمة الله تعالى عليهم مؤلف كتاب كإسكاله الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بال ليد هذا وحور شيء كن هل بقول لحدن يشنت هجرده ما قال ذي نجد كتالي درعية لأورنجري هل كاسو كودش وحكو برباري شيخ قري علمي الدين لغو يقاني ووالد كيس محمد بن عبد الوهاب هذا أوجوغي إلى يرانتي سنين تلماما أيوها شيخ شا عبد الله أو لغو يقاني دادال ديرادا صغو يربو قرآن كحفظي كدمنا وحقو دقالي علوم تشرعي هيد إنو برتو إلى أو نغضي نين لغو تلماما فراها علمنا لغو تهمه خاصة أصول كاية تفسير كاية حديث كاية فقه كاية عقائد كاية وكلو كعام بحي انو اقون ديرادا اولي هي معرفه دا علم النحو دي اللغه العربيه ابي مرقو دنتي شيخ محمد ومؤسس الدعوه النجديه رحمه الله تعالى عليه شيخ عبد الله وحو نوقدي مرجعه اي علماء اصول لابتان كالميستان فهم كيسه قضادي علماء دعادي الدوله السعوديه الاولى او دنبا مركز بوها هي مال اصول نوضان هي محو هي ملجا في النوازل والملمات وحول عاشر الشيخ أولاً ولا إلى صدح بقر ورئال سعود أها بقر كهرية وسوقاري شيخنا أها والإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود وحكل الله عاشري الإمام سعود بن عبد العزيز وإمام كورنمو رليئة وحاكلوا والله عاشري ومركو قدام بيسهد دلالة دلي أما ولد انتبه الشيخ الإمام عبد الله بن سعود وأنك هذا ودن بيقولوا دلائها شيخ أنتم نولا عمر دن إلى تضباطن يتضبصنوا أيون نولا شيخ عبد الله أنت أو نولا وحكوب بحشي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والرد على شبهات الملحدين والمشركين منهج كاسوس كسعودي أنتم نولا ودن بأمو تابق عليه بقى إلى واجد بالدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية أي شيخ أي دولة دبا أي دميين دولة سعودية نواة دميين شيخ أنا واجدا بمصر أما قاهرة وكل أنت أصوب محبوسة مركيا أي دريمين دولة العثمانية أي دريمتي دولة عصوب توحيد كسو بحضي دنك نجد كدي من الأول يكتي مناطق بدن وحجاز كمدة إلى مكية مدينة بقبصدين حق أن يوصوا فافين الشام يا عراق با مقالوين كمدا يسوق قاعدة لبي اتجاهه كلا دوانا اللي قو سعودي دولة العثمانية هادي علماء دي يو اتجاهه قود كو سعودي عالم الإسلام حل قاوح اللي أبنا با إسكا هيدو خرافي يو شرك إيو دين لآن أيا أبنا نايد إن كستوم مقع إسلام مولي باقي أها دولة دن عصب صوب بحدي نجد كصوب بحدي الدولة عصب ومدي توحيد ولد ويريس لدى الله ميس الشرك قاية مقالة ديسة لدى الله ميس بدعة هي مقالة ديسة أي هاي واليس حملوا يا مركة كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب واللي حملوا هاي مركة بقر كي سلطان كي جوغي بغداد دولة عثمانية أفردي أيام مركور الله قدر أي دولة محوها شيخ عبد الوهاب هو قامين حق الدين أهان مركم مال ملا تكلم هي بغركا وحو عدات أما نينكا والي بغداد جوغا إنو سنفود قالين كرين حقنا وسن أوبا بعدي كرين دولة سعودية كذب خليف كي جوغي إسطنبول وحو أمري والي مصر جوغي محمد بن علي باشا إن دولة باب يو إنتي سن بلارنين ويسن باهين لن كاس عيدا بلارن ومرك أهو الرئيس أها طبنكن أما سيديوت كن لغو قياسي وآدو تبابرون أفر سنة وديارن هاي أمرك وحال لسي يكون لبابق اللباطين لبادي بأمرك لسي إنو ويرر الدولة السعودية باب إيو وحونا ويرر كقاد يكون لبابق اللباطين إيا اللحدي
أي ورك قد أفر تاسن عيدا خاصة أي ديارنا يسلو باب ينمن كان ما دام الغش يعني من دقال لما أن لحنين يهين والجي جوج عراقنا أي كفر حشون وفود قلهم وهاي أفر سنو ديار جروب يسي سرعة كد من ويل أصور على توصون لورنجري أي عيدا كودي به قامي جري نقاس وضم بدن واخر ولا بدن واقف سواء قدام بنا أنت اللي وبيك يعني بعد بلاصد أرباحي اتفاقية دحمرت الدولة السعودية أصقا والنقد ويلك هدنا ويلك والا عزلي إبراهيم نيلي يادو أصقا ودالي محمد علي الباشا أيو ديبو سؤابا بالعيدا بضان وحوق بضان وسوسي واقو دم بيسي الدولة السعودية الأولى وشا عبد الله مركا وشاقو أها والا دميي شيخنا محابيستي بوغلي لقبتي الوقبة الدرعية درعية مركا لمرواي حصار بالغوسميي مرك وقال لك قدومي سديت بلود بيتقلم هيا نقعدون صنايعين وبيء يباد يتقرب اللود دي واجد أن بوحام مرك الدولة دي عثمانية أي قعنت أقول لك تي ويل كيس الشيخ سليمان ابن عبد الله إنه صاخن الكتاب كيس الدلائل الأورنجر ماشى القدري تقولي باللقب تي يعني من توجا يا خوانا هيا نين كان يركى صدام اللي بجركى وأنين كي أدو فدين ويدين الكتاب الدلائل القري الدولة العثمانية رجع ذا مال صاري مركنتي لا سوق قبتها من عصر ومال استاجي ايون لو بقولوا عيدا ايون هل مرحبا كفرة لو بقول بولني ومال بقول هل مرحبا كفرة نينكي والا واي عدكي سي يلفتي سوا لو يلوديس شيخ والا اروريي شيخ عبد الله تهاجم بقول كسي قابك اللو دلي اصورنا محابيس اللقاضي قاهرة لقيي بوها قول حبس قوري بها لقيي القاس شيخ كود انت مركا شيخ الدعوة دير ayuu ku soo jiray waagii dagaalku socdayna in talmaan boo ah laga samray oo asagoo 27 jir ah ay wuxuu u dagaalama jiray baa kamna 30 sano wiil soo donjir soo u dagaalamo iyo asagoo waayeel u cutusho 27 sano maray ayuu u dagaalamayeen in la yaqaan aad u qiyam badan oo cilmi badan ayuu ahaa dawladana waxa la dumiyay 1332 ayaa dawladadu duntay oo 32 ayaa la baabashay وصردي مركز لقفا شيء إبراهيم أو قاضي إبراهيم محمد علي الباشا أو قاضي لوجو بقاهرة كد من اللوس وكد بإسطنبول قيبا كم ذا أنتوا العلماء ذا هاي إن قاهرة لقينا ين إلا الدلي إن اللي حبسيه أنتوا دي مسؤولين تهاي سياسيين تهاي رئاسة السعودية بدن كود وحلق إسطنبول إن اللي الدلي إيوه نين إسكي بود إن تبوا على هاي ين هذا وش يقص وحوق جريدة وكون لبابو قال أفرتني ولا بدي أما الأفرتني أفرت أيو جريودي مؤلفات بدن بو شيخ ولي هي وضو اي عان ويهين كتاب كيس اللو يقن اسير النبويه ومطبوعه كتاب كان يركع كمدا الكلمات النافعه في المكفرات الواقعه وحاكمدا كتاب كيس اللي هذا جواب اهل السنه في نقد كلام الشيعه الزيديه كمدا شيخ الترجمه دير وحافل ومفصله اي حكولي كتاب كلي علماء النجد خلال 8 قرون مجلد كوباد بقول لحدن يا سقال هي كتاب لمشاهير علماء النجد صفحه صدن اللباد صدق الدكتور عبد الرحمن العثيمين كتاب قصة تاريخ المملكة العربية السعودية مجلة الكوبات بقول سيدتنا لما ترجم حافلة يقول إياها إن قيام بدون عالم وعلم اللغة تلمي حتى خصوم تدعوى النجدية آية المامين بوها حق أن جيس جريئة في الله سبحانه وتعالى وفي أمره وفي دينه كتابكم مركب موضوع كل سابسين وموضوع حساسية وما أنت ناديات لغة بهاي هي وهي وكه الله هي مسألة عويسة أو أدو دبضان أو أي مسلمين تو أدو دقا لبان مانتا قال كا قال لي سي عدى هاي ولي إسلام شيغانين إن إسلام ما كو محابسانين أما أن شيغانين وبدو أوتمن وركي سوا إسكعدية مسلم كموحد كا إن قال لي ما كو دعينا أسنا وركي سوا عادية نين كا أدو دقا لما مانتا لسكو قالوا إلى يومنا هذا أنا يحبطو كصعود من قرون ايصوب اللابتي والمسلم المختلط الذي خلط ايمانه بكفر واسلامه بشرك كاسا ادران اسلام بوشيكتا وصوما وصلاه وتكدا وحجين هيا وعمريسا وصدقيسا قال باتي مدي كرتيد حبطا كصه الرئيسه ومع ذلك وحو اقداما ونقمي سيدا قالدي شركي بوكودعي كفري بوكودعي وولي ومركا واركبا ربي وغدوان هيا مركم مسلم ينتسب إلى الإسلام ومع ذلك يقارف الشرك والكفر وحرب أقدامه ومسألة عويسة الله قد قاله طوائف من المسلمين وهذا بضن رنك إسلام ماذا يرجحان
مركز دنك قال لي مثلا مركز تأويلات يعذر دارو يلوقلوق يلقون شبار بدن بيكون رفتان نمنا وحي رجحنا دنك قال لي ماذا لأنه شركي يا إسلام هذا ميلكو كل ما حكمك وحا إسكاله شركي غا إسكاله لأنه وناقد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين مركا أنبيدي بدنا يدمك اللي قصوا الشكي سورة النعام وحلو ختمي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون سيدي طبعاً كان النبي أمر الرسول أن قصوا الشكي النبي محمد يكود يلق ويري هذا شرك كود عن مت كم إذا أيق وشرك كود عه أما داري ضبا شرك كود عن لحبط عنهم ما كانوا يعملون شرك ومرك محابات مجاملة إيوه مدارات إيوه كان الرهبل إيوه كان الصومالي ما يقانيه وصف وصف الكفر والشرك محل كل لجهه له يجوبت لجهه له حكم كيسين وقاتوا إلا لمانع شرعي ومرك عدم وين مسألة ده مرك ومسألة ده لو قد قال ما أنت مجانب كي عامل كإسلام كروحا والشيخنا يكون محابسنا أيه أيون دقن قلنا أن روح كح كنا مس جانب كان شرك كفر قال لماذا كم وقتين كح كنا إسلام كيسين وانبرنا لبدا قضية لسكوها إياه وددك أن مركا كبد بعدين وين وجدنا رأي خوارج تأييو ضد كتكفيرين جري وحان كفر بقى هين وان قال لما هين معاصدة كبائرته ذنوب تان قال لما قال سي سنين أحد كؤوسا بنا سنين نمك وح كتكفيرين جري كما هلا إنه كواسي واس كذا برجعين وحير باك وسوس له إن شاء الله وانا دبر جو دوانا رجع سايو وحوي يقوله قبي روح مسلم كالقوم التكفيرين كإلا بمكفر شرعي طيب ذنوبتي يا معاصدة وين الروح المسلم كو قالوا ما يدوسن بنا يسنن أصل كادت كسكو وافق سنا أهل البدع يا أهل السنة بلاها وين مسألة وحي كده قال لهم هي حلي مرك علماء دعوة نجدية أي جوجين يدين تفافين هيين دقى الله بضم بيقالين هل قم بي باللابين غزو أخر رسي قادين تضبا هلات بيكو دولين تضبا هلات تدوي البان لساري رير ريمي أهو شرك لغا كرواي يا أول غزوة كقادين وحاجه كي من امامها يكوجي رقا تضبضا باكا ورمي وحول الدولان كو رسين قاندي صدوها لاد بانو كو دولي مركي هالي انتي مغال لك بحين دحل اي مرة ايام بان كعيني اردين باكا سان كل كتا دان دم ما وان كفاين نيبو لانو رق دقال برتميز انا بلو بي اهاي قيلو مركا ركوب كا ان لا برتو اورد كا ايو دقال فرس كا ايو هولها برتو كو في عانتاه تضوذي واكفان يعني ان مركا يتشيرقو اه ان لو كتشبا إن بد قوى أنتوا ولا هاي واجد دملا لكم حين نقدين نفس هش هذا أراضي هذا دول دروسي هذا يكون طبق ويكون دقي جنا لو أبرت وحبرش أبا أنت مركا ضد كي لا تعلم هايين قال مشرقة أو أسلية كافر أسلية أيما دعوة نجدية وأهل التوحيد لم يزن تعلمين ضد إسلام شيء جناي ولكن كفرية ضحفة ديا وشرك كرد عاي وقيبة كم إذا بعث جاي إنكرين قيبنا إسلام الديدين قيبنا إلهي غير كبر يهين إلهي نبر يهين أنت سيكون لجهادين آد مركب حلو إذا يو كقتمت عين عن بروين بدن أي كقتمت أي دعوة نجدية إن مسلمين تدي جود أي بنا يستع نيك مشرق جاي حق أن إلهي بر يه حق أن إلهي غير كي أولي أبو طين بر يهين باقت وضع مسلم كأه ninkii marka dhigiisii banaystay waxa la yiri muslimiinta dhigoodii oo banaystay xoolahoodii oo xalaashaday waa takfiri waa khariji ashan abdul wahab wakii ka hadlay yiri muslimiintu maanta jooga laba masalay nagu eedeeyeen buur masalata alqital wa masalata takfir culamaa muslimiin iraq iyo sham iyo masar iyo hijaz iyo muxuu ahaa abdul khaliij oo dhanba muslimiinta caalamka joogay eena khilaafsana culumiyi caama balaha laba masalay lagu haystaa buur atakfir بمعنى تكفير من كفره الله ورسوله إن لقال يسيو أحد كإله سبحانه وتعالى قال يسيي بالدليل الشرعي إيو إن لرد قال لما أسجل لف تركيس لبدا مثلا مركب مسألة القتال من نقاتل ولماذا نقاتل وإن طالبك وحبار يسكت حقيقيه طيب تكفيرك يا قال يسين تا سبب كيس محوية هي محانا مركا مقومات كيسو كقيب قضاني وحوم كنا صحيحين مسألة مركا قال الله قد يبي وذاته ولغو ايديه بشيخ كهالله يا او كتاب كسابسن يا مركه نقول فربضان يعني اهل علم كسو غورن دونا او كسابسن مساله ده روحي قال لما كو دعا ان لا تكفيرن
أو حكم ردة أو قادن أو ديك سبناي هاي أو حولي سبناي هين اللهم روح لو عذر شرع أمبوين قضية الشيخ هذه دونا قال الإمام رحمة الله تعالى عليه الحمد لله ما هذا الله يؤهد سبحانه وتعالى نحمده الله مهدنا ونستعينه كالمنا ويديسنا إن إنه دين تأي آخر يأدوم نقوك المئيه وحي خيره ونستغفره إلهي بأن دمداف ويديسنا ونطوب إليه أسقنا نغطبت كينا وحكا سطوح مانا ونعوذ بالله الله نمغن قلينا وحن كمغن قلينا من شرور أنفسنا نفط يدا شرك يدا نفط ذو شرب إليه ذا معصيدة كواحن باري حمان الرنب كفاري أمارة بسوي مرك نفط هذا كشر قلين هذا إلهي كمغن قلين خطر بذ قصو قنت وسيئات أعمالنا أعماش يدا كيدحن إلا مدك صالحة وبواناك كحن بإلهي لقمغن قلها يه من يهده الله إله روحه هنوني فلا مضل إلا له وحد من كرم مجر إله يهدوك هنون شو هداية إلهام بل وجد وتوفيق بل لوجد مدى ومدى ومدى أن أحد من آدم أوسا لهين لكن هداية هداية الدلالة وإرشاد وتعليم أيضا وإسبدالي كرتا ولقا بدالي كرا دور قربا نتلماني هداية أنت أقيب سنته في كتاب الله وفي سنة رسوله وإجماع أهل العلم أفر نوع من نقطة نوع كستان قليا كأفو بي ولبا لبضا قيبضا أدن بيسة هداية عامة لجميع الكائنات إلهي سبحانه وتعالى خلقي يسو رنبا وحوسيي وكو ومحموهاي كو أبو ري مدول بإنو دريم وحا أنفعها يحقا نراتسدو كعر روحا دبها يحقا يحق وكفقادو سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إلهي خلقي وحضبادك التسوية مرك التسوية وتمام الخلق والذي قدر فهدى الهداية نوام حيوى تمام التقدير إلهي سبحانه وتعالى خلقي يساء أبو ري حق النسيوان أكسنو أبو ري إلهي أدونك قوندية قرشية دشيي نظام كيسة فهدى مخلوق استنكوها نوي وحا أنفع يوحا دبا يبا إنو كالقرته مرك وهداية عامة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ونفس الشيء الماء عاود الشيء بدقس إلى هذا أضاد قنوفة وأوي هيا وحنا نبي هيا بقرن هيا الماء عدود أم حيوان كلي بها إمتي حولها للنقضاء كلي وحي يرملك الجوغة واقع هيا كد من الناس كو يدي بقاد هيا أحد أشياء غي وأن الله ينكب مجره هو يدي هدي عرط والا عرر هيا بهلا دورك وكفيق هيا حيوانكم ماشي تقال لي أما داقسين لأما بيولو آده هيا عيد ودرتين أما تقاليد ماشي أبارتي ومن هو أسكاق عرر هيا كائنات كوردان خلق قمد والبا إلى يحكو أبو ري فطرة إنو قرت وحا أنفع هيا كان عرر وحا دبايا مركوا هداية عامة لو إلى لجميع الكائنات والمخلوقات بألا سيي هداية اللبات وهداية بيان وإرشاد والدلالة وتعليم مدى أيضا وحا إسكال علماء وحا إسكال الدعاة وحا إسكال أنبياء الرسول إن روح وناقة أو تلمان تو شكت أو باق وحن واكو أنفعه بل كسو هكاك وحن واكو دبها يا كديرو وكفقو يعني إن شيء اللغو عدا يتبين وهداية الدلالة وإرشاد وبيان وتعليم قرآن كان ميلا بضم بيكا تمت فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ري ثمود وان هنون الني إليها دو هنون لها هداية التوفيق أو قلب قوض رب إيمان قلين لها أما هداية كو أبور لها ما يسن رمين إهداية إيه دلقها اللي وحاوه حق بها الله تسي أنبياء الله صدري علماء وحوش يكتي وادي دين وي وحاكم إذا قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم أي بعد أن بين لهم الطريق طيب ودلهم على الصواب بل لو جدا إن لغو تصوه أو لغو عديه أو لغو بناشوه حق لغو باقه هداية دلالة اللي يقان مدى أيضا أوات النبي اللي تيريه طيب وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم مدى مركة إنه والبوح كوكو داما كوشيغا صواب كوكو نغضى للهداية أيضا كليانا كوكو ما فعنا وجز أما وجز علا أما وشرط أن ما يسترينو وإن هداية صدح هذا هداية التوفيق وإلهام إلهي كسيه كوافجيه أي خلق الاهتداء أو الهداية إلهي كوكو تفضله وقلب هذا أقليه تانا وحالوه لا تهورنك أدقى ودنا هذا إلهي الدين سؤد بعسان هذا إيه حق دقيستا إيه شرعك أوه قانسما إيه أنبياء أنكوهر إمانين وحاه سهلا إلهي سبحانه وتعالى وفضوط إنه تنضمنا سياسة دحات لكن نينك مركو ربك هنقلتاقة
ايديدا محو هاي توحيد كي ايديدا وحلو شيغا هاي ما حضيك بدن لي مادا نندي بدن نقدا نينكا اسغا تدمبنا واسيغا هاي مد صدحات هدايه توفيق والهام واسيغا هاي وان لو ديدا هاي محاي لي تي هروسن كو قابلين وجه وان اكسن سو دوين وان اكسن marka tohore waxay u tahay hidaayada sabab waxay u tahay dadan ilaahay inuu ku siiyo midda hidaayatu tawfiq wa ilhama ilaahi kaliiba subhanahu wa ta'ala bixiya kaliiba ana kara ahad aadam oo kari karana ma jiro wa tanabiga loo diiday laysa alayka hudaahum layri ee layri innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha nabiga abu talib adeerki wuxuu jecelaa inuu hanuuno waqti badanna waa ku bixiyay وح جهد النبي والله هرينا مجره في هداية عمه وقرابته لكن كما قول ليس نن أرنت إن هركش محاجرة إلهي بأودي ذي هداية توفيق وإلهام هداية أفراد الغش كتب كتاب الغش القرآن كوحوي الهداية إلى طريق الجنة وإلى طريق النار في يوم القيامة تاو مت خاصة وي إذا هداية كوباد وحي لجميع الكائنات والمخلوقات تيل لبات وحي أهيد هداية خاصة للمكلفين بن آدم كأي جن كأي إنس مكلفين تا بي هداية دلالة وإرشاد وبيان وتعليم خصيصا طيب بها إمتى إي وحيوها أن مكلف كين لو مباهنو من صوق لنا قد يدى أيضا تندم بي هداية توفيق وإلهامنا وهداية خاصة إلهي عدو دور طيب وصية وفضل إي النعمة ربي وبعيه طيب مدة أضم بيسا وهداية خاصة إذا كسي خاصا إلهي سبحانه وتعالى مركو كهل لا يشهد ذا والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم علماء المفسرين وحيليهن هداية والهداية إلى طريق الجنة مصالك تيدي ودوينك جيدك الجنة قريها قال الطبقية ودوينك سلو جيدا إلا الجنة آخرى بلا جوغاي كوا قال ذا أيقو يهل النارك ودوينك جهنم يا جحيمة الله تكلتو صهيا قل كان قلع عياذا بالله سبحانه وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم أفرطا نوعين نقطة تنهد الأنفي من يهده الله فلا مضل له واتي مركوا إياي هداية توفيق وإلهام إلهي نكو تا قلبي يسجلي لمرض منك روي لكن تي دلالة أهي بيانك انت لغوشه أو شيخ الصومالي وأقوم بدن أو علمي بدن وحكو آخري أو عقل كواني يبرر الشيطان أردالك وضع مرايا كاسا كدوف صنعي محايا لو بيان بإسكاء هاي خلق الهداية في قلوب الناس اللهم بإسكاء الله سبحانه وتعالى ومن يضل الله إله الروح والرمية بمعنى الروح إله التوفيق والديده وهداية توفيق وإلهام أوصن سينين فلا هادية له وحن ننكر مجر وإن اجتهد الناس في هدايته تدخل ضيدونها كد دائن وهنونيه هنون مهي إلهي بنا سبحانه وتعالى سينين وأشهد وحنقر يا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن لا إله أي أن لا معبود بحق حق الله لقوا عابد إنو سنجرين إلا الله أن لم يين وحده حال كون وكلقي هاي لا شريك له إلى وح شريك ولو ذاك إله النمد يولد أي سنجرين وأشهد وحنقر وانقر يا أن محمدا كلما هدي النبي محمد أها عبده أدونك الله إنو يا ورسولك أدري أمتي سأدري صلوات ربي وسلام عليه الذي أظن كذا من رسول كاس وبعثه إلهي ودري حال كونه رحمة ونحريس ينعم أويهاي للعالمين ما سوى الله أمي الكائنات هذا روح اللوجة ذا إنسجة يجنك اللوجة ثقلينك مثل هذا محوها يهدى ملائكة النبي ومالود رأيه هولهاس بحثك أسكا محوها يترف كأه مع نبدأ نكو مجرو وحجة تنبو رب الدري إنو نحريس أويهاي ضدك مؤمنين تا أما عالمين تورنبا وحجة قرن أوكويهاي يعذر بابين يعذر بابين على المعاندين كو حق الديدي كو حق الديدنا قيامه يا دون بنبي وحج كو يا قر يا عذر ذلك ورم بالغ ما ينهي ميان نبي الذين صدرين ميان دين الذين سو قارين ميان الرسول انا كيرين وركو واكا ما ينهي واحد كو ادعو تيل ميشد مرك النبي وحلوس رحمه للعالمين واقامه للحجه على المعاندين واكمل الى يكون دمايستر به صوبنا الدين دين الأنبياء والمرسلين بأن نبي قالوا قنا نذي قرر الضمبيس كأنبياء أها وختم إلى يكو ختم به الرسول كالأنبياء أنبياء والمرسلين نبي قنا سيد الراجحة تعريف بضم كجرتي وإنسان ذكر أو بالغ أو حر أو عاقلة لو وحي وحي أمنا الله دري لكن
آن خلاف سنه أمة دين هرسيه جتي أما مطيعين موافقين للنبي والرسول نبي الله در أي كاسا الرسول ليدا النبي ليدا ذا ومرسل من الله سبحانه وتعالى وحي بالله دي أمة قارسي بالله لكن أمة قارسين أيو أي موافقين له غير مخالفين والنبي سؤال وين يا سيدي النبي الله عيسى لو قدري ربنا إسرائيل إنك سويقيبا كم يضو بضن أي خلاف صنعه دي دنايين نبي إبراهيم لو قدري نبي محمد هاي نبي الله إسماعيل لو قدري قوم كي أبيه با لو قدري مركا النبي من جهة والرسول والله دير وحي لو دي بعدو اسكو حكم لما دي لا نفريسي امد غارسي با ليدي لكن امد غار لا غارسينيو ام با لبا نوعا امد دين تبا كسورجيدو او مشركين او نبي لا دغالم او غلي هدي لو ديرو نبي غاسي وا نبي مرسل رسول بان لنا لكن رسول كل لو الى قوم موافقين له مطيعين دين هرنا سي هيستو وانا اغسن دميسر يا براروجنا لوو ديري أيقون النبي صلى الله عليه وسلم موافقين هو النبي صلى الله عليه وسلم هي رسول هو حق الدردة لكن قوم كالله دري ما كان لأيقو أيو النبي نقون هي تفريق قاسة أوفي عن وانا تفريق الشيخ الإسلام ابن تيمية أولي هي انت كالي اعتراضات يا بوشياء يا مكو إيمان هي تعريفتك الله نبا تفريق بين النبي والرسول وختم به إلى يوكو ختم الأنبياء والمرسلين انت لا دري صلى الله الله ونحرس ما الله امانه وسلم الله النبي قال عليه على محمد وعلى ال ال النبي محمد الدين تسي قاتل رومي يا وصحبي صاحبتي والتابعين كو الراعي لهم للال والصحابه والرسول باحسان ونا كو الراعي الى يوم الدين اي الى يوم القيامه والجزاء المقدمه اما بعد بعد المقدمه والحمدلله والصلاه على النبي بوشيخ ادودا فهذه فصول وكلمات نقلتها من كلام العلماء المجتهدين من أصحاب الأئمة الأربعة الذين هم أئمة أهل السنة والجماعة في بيان بعض الأفعال والأقوال المكفرة للمسلم المخرجة له من الدين وأن تلفظه بالشهادتين وانتسابه إلى الإسلام وعمله ببعض شرائع الدين لا يمنع من تكفيره وقتله وإلحاقه بالمرتدين. مقدمة أنا أهو الرئيس الشيخ حكو عضين دونا هدفك الباعث على تأليف الكتاب أي نحر كأي حضنت أكو وريقها أي أضب نحاك كتابكم أي كوت المام الشيخ حوري. أما بعد أنت كذب فهذه حشيخ تلمامها يا مقدمة هدو قري بعدما ألف الكتابنا وإشارة إلى محسوس وموجود هدي شيخ بالله قهري وقرها يبا كتابك أسوكو عند جنين بأو مقدمة قرينا وحن مسكحي سكجي أمو ما قنا وإشارة إلى أمر معنوي ذهني لكن شيخ أم ماجين هاي لقب مركض حقوريس وحد قوريس قلب هذا كجرا وحزنته وهذا هي صح مركض بنانك كي ينتهى دم مرسوم بنقون وبنانك يا لمرنا ومعنوي كذبا قلب هذا ينيدر فهذه تنتظر فصول وفصل جمع فصل أبواب وهي يو كلمات إريو نقلتها عن كسو جوري أما نقلتها عن سو جوري حنك سوق قاضي بوري من كلام العلماء علماء دي كلام كذا حنك سوق قاضي المجتهدين الدين ته أقون تدريات كورا يكون اجتهاد هاي أما مجتهد كان مجتهد مطلق هالنقض أو مقيد هالنقض أو متصف هالنقض هذه علماء الدين ته إني فهمته إلهي سبحانه وتعالى وكو كلمة أقون تدريات كله أيان كسو قريب النقول خصيصا مثلا صوص عطا ومن أصحاب الأئمة أئمة أرض وضيئة الأربعة أحمد بن حنبل إمام الشافعي النعمان بن ثابت أبو الإمام مالك بن أنس أبو عبد الله أي مضى أفرت هي غير كود بشق بكسو قورين دونا الذين أي مضى أم علماء هم أهل السنة والجماعة أهل السنة سنة ذاتك صاحبك السنة والنبي محمد راعيتان كيسي وأنا كعام سنت هذا سنة لقاها الله يوا دين تورن دين تين لقود رقم ولقاته قولا وقلبا وعملا لقاته على طريقة محمد أي سنة لوجي ذا هذا لمجد سنة أهيد وما يثاب على فعله ولا يذم على تركه أي مقابل للواجب والفرض منه وأصنة بمعنى الدين الكامل والجماعة والائتلاف على سنة ضدك محمد هاي السنة إن يكون رقمان الوية قانة حقا أن يكون كل من على سنة ضد دينتي هي قانة وأهل توحيد سنيين مع ذلك متفرقين متناحرين أجروا دقال الله ما هي أسكسور جيدة
وكلمات نقلتها من كلام العلماء المجتهدين من أصحاب الأئمة الأربعة الذين هم أهل السنة والجماعة في بيان وقصة بسنة كلمات كأسو قوري هي النقوشات هي فصوشات في بيان بعض الأفعال إن لعدو فرلك قاركوت هي ولا قوال ويرها قاركوت المكفرة تكفير سيك قاليسيسة للمسلم روح مسلم كأه المخرجة كساريس له مسلم كنا من الدين دين تكساريس وحنسوق قرن بروشيخ أقوال ينقول كسابسا أفعاشا يريضا كدعا مسلمين تقاركوت دين تنلقى قبحا هاي أكو بضان تاي فالباطمين وبفال قال لماء إريبا كاسو بحي وأري قال لماء إريضا النوع عاسا أما فالك النوع عاسا علماء كهلين يا أحكام تكاقاتي يقو آمضو دي قيبا كميدا كيني يا بشيخوي وحايك لو كسابسا تاي فصوشاس يا كلمات كعلماء دبا وأن تلفظه تلفظ المسلم روح مسلم كهذا كوكوها الله يو بالشهادتين توحيد كأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أولي هاي يو انتسابه وأبترسي وكو أبترسني أما هاي كن أنصب شيئا إلى الإسلام إسلام كو أنصب شيئا مسلم بانا أولي يعتزي وينتمي إلى الإسلام يو عمله كرغم كو روح مسلم كرغم هاي ببعض شرائع الدين دين تأحكام تدي شرائع لجمع الشريعة أحكام الدين تقيبا كمذا وكل رغم هاي لا يمنع انتساب كاس يتلفظ بشهادتين يا العمل ببعض أركان الإسلام لا يمنع الدين ما يكاور استاج ما هيو من تكفير إن لجاليسيو يا وقتله دليديس إن لدله على الردة والكفر اللي قدله يا وإلحاق إن لهليشيو الغبيري والغتريو بالمرتدين كوا دين تكن قضي دين الإسلام كبعي قضب كان قضب خطروه دربا شيخ هو باللهبي هوله يسوء السعودية وحكم باللهبي طيب وأن تلفظه بالشهادتين إن الله أتوحيد سته قلت لي هذا لا إله إلا الله قال لي هذا ومحمد رسول الله قال لي هذا صلاة أتوكن يسوء أد محمد هاي أد صوم يسوء أد حجن يسوء أد عمر يسوء أد قرابة حجرين يسوء حقا أن أد شركيات وكفريات قال لي ما كلا أد قعمها كوبة تاسكوش في عقادة ميسو حكم كانت قادنا إيسا وأن تلفظه كل رواق روح مسلم بالشهادتين وكل رواق وانتسابه يؤون نسب شيء قد كيسا يا محاطه مسلم باناه أبو أبترسان إيسا إلا هو أبو نسب شيء قد كيسا أما هو أبو أبترسان إيسا إلى الإسلام يو عمله سمينته سمي وكل رقم روح مسلم ببعض شرائع الدين دين تشرائع ودنبا لو بعض كل ما نك قال لما كرد عي لم يعمل بالدين كاملا محاجر الدين تي قلب كذا أساسي وحوقها إن الله تما توحيدك عملك واجباتك كان فقط محرماتك أول المحرمات نوع الشرك والكفر بالله مرك لقامه لين مرض الكفر يشرك كرد عليه قال لما دين تي لقامه لين بعد جد بلقاه لي لا يمنع الدين ما هي من تكفيري وقتلي وإلحاق بالمرتدين هذا ما أنتم أن تكون يسوع سوم يسوع صلاة يسوع هذونا أذقال هذا مسلمين تكوب بابين حقا نادوس الراعي وذو أقدامي وذو أديجي وسره ذو قدبني وتكسه قامن أضو عمر يستحب ترى ما يزد حشك هذا وقفا ما هي وحوطرها يلا ما أركو مركب حوي هوشة وخطر إن لسك إلى اليوم والسبب الحامل سبب كانوا وحم باري بور أرن كانوا وحم باري أما كاني أما كدم بيجي على ذلك أرنك إن فصول سوغوريو أرنتها خسيسة كتاب نألفه وحاوي أن بعض من ينتسب إلى العلم والفقه من أهل هذا الزمان غلط في ذلك غلطا فاحشا قبيحا وأنكر على من أفتى به من أهل العلم والدين إنكارا شنيعا ولم يكن لهم بإنكار ذلك مستند صحيح لا من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من كلام أئمة العلم والدين إلا أنه خلاف عاداتهم وأسلافهم عياذا بالله من الجهل والخذلان والتعصب. شيخ ومقدمة في عنبو سمي رحمة الله تعالى عليه. صواب كان هو كان الباعث على تأليف الكتاب إلا شيخ اسكمي ما دعا فراغ. هي بلاش كمي ما تصاب باكينا. وحبات كهالي محاضرة العقيدي وحليتها يوحن وعقيدي لبكاس عن دريمة ونقدر بلوشادة وان كهالايا. طيب وحبات ما انطب بحسي محاجرة مسكين فقير ونفطه يسان أركي. فالقصد الروح والصمين مسلم كأحباك بحية وحباك كينية صاب كذا بيا طيب أو كوكب بحديك لا دون حيوان سكر دقائق بندقني صدام وح وجداء سنجرين
والحامل على ذلك أن بعض من ينتسب ضدك النصب شيكته أما كم حافظ باركود إلى العلم دينته هي بعض العلماء ضد علم شيكته وعلماء هي هذا يو الفقه فقه محوها هي شيكته ومن أهل هذا الزمان حلقا أن نول الله رقى جوغاء أيا غالد كوخل دمي في ذلك الرنكاس وما حيكو خلدمين وحيكو خلدمين روح مر بهدوء شهاداني او تكن هيو صوم هيو صلاة هيو قال لمن او كرد علماء قال ليسين كريل هذه وانا خطأ فاحشة طيب أن بعض من دول بركي ينتصب ونصب شكتو الشيكتو يا أما اسكتريه إلى العلم والفقه علم فهن إنه ليه في الدين ومن أهل هذا الزمان بقى غلط كو خلدمي في ذلك غلطا فاحشا خلط ليتا قبيحا فوحنا سأن نوين أخل دين بأخل دين وخلط لضو القدان كرجع برقاء مكت أن إسكير باجرة من نو حول لقطة قوب بحيس لقطة سحن أقوب بحذي بالشيخ ولا دمان كان سحن بقول يقدين وبرق دين طيب وحن الحميل كريم أرضي هذا الصوك عي أو باللوءة إن مساوين أكو خلط واحد الاحتمال كروي لكن إن ضوب وين أو يباشوا ضوب أنت علماء وعلم شيخنا هي وفقه أنا يحر حلاني هاي له هذا نحن أساسيات الإسلام كفهم وايو ووحوي من لود القادم كريم ويب الشيخ وأنكر بعض قاسي فقه الشيكتي علمه وحو كو إنكري على من علماء أفتى فطوذي على من دول أفتى فطوذي به بما ذكرناه محي فطوذي وحي فطوذي أن التلفظ بالشهادتين والانتساب إلى الإسلام والعمل ببعض شرائع الإسلام لا يمنع من تكفير المسلم الواقع في الكفر بي فطوذي حيث أن دين تقيب كم يدعو كل قنطه أو التحيات ثانيسه أو محمد هاي تكنيسه أو ثوميسه الثلاثيسه كا كوديد ما يسأل لقو تكفيره لو قال سيطات قال لما كل عضو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وحيد هذا نينك يدا هذا النطق بالشهادتين روح مربه دو التوحيد سن هاي أو نبي الرسالة أقر هاي أو توحيد كو كل واقع الشهادتين قال لقاه له لما تكفيرين كان نينك يدا ساق قال له ساق كافر بالله العظيم منك إلى هذا الروح شهاتين كل واقع مهما وقع في الكفريات والشركيات وأكثر من النواقض طيب منك إلا ما التكفير إنك النفس بمرتد أبو ليه لأنه قاعدة قاعدة مضطردة نغان كرتماء منك ما أنت كشك يا النبي محمد والرسول إلهي يا هاي ما حد قال هذا كون اجتهادا متأولا بل قول رمادة حول عالم بأن هذا اجتهاد حيصب بحضي نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه عياذا بالله إنه يهي ساحر كذاب بعد بحث طويل وجهد وعمر مديد هذا المجتهد كمتأول كان مسألك استوكو خلطة من لما تكفير انكره هذا إنك هو اجتهاد محد كليده هذا ترى مسلم كي كدعي قال نمو ما مربادو توحيثين لما قال يسينكروا إنك بعثك إنكرا كور أو قيامة بإنكرا أو الرسالة محمد بإنكرا الله نإنكرا طيب محاد كاليضا يعني هو شاسوا هو الخلط أوي مسلمين توحى لقضوا القادن ذنوب تي معاصدة لو قدقي حد كاليضا لقمرين لو قعدوا رداري لكن قال لما وين طيب نكو أطول دحفر يستو والله فيرنا يا حالتي سال قيمين ضد المركة قال لما وين طيب دحفر يستان مرنما أن لو قعدوا رداري ومدح اللقاد واللي أحد الله صار إيوه ضد قل قار اللقين وحلوش يجيبها كل جرا مركب مسائل كن لسكو حاب قاضو وجهلهم في الدين تيبوا شوقا الله يا وأنكر ولب حكو إنكر على من دول أفتى فطود به بما ذكرناه ومن أهل العلم والدين بوكو إنكر إنكارا شنيعا إنكرد هي ضفرات فولحون وي ضفرات فولحون طيب علوم ذي كصح نايد طريق مستقيم كوتاجنا عدوا الله يدي هلا تكفير تكفيرين هاي انتوا الله يدي ومسلمين هلا دين الدين هاي يبالا دقا الله معي اولي انك خوارج تكفيرين باتين ديك بات برنيسان ايسان تدك بات كوحد قد بيسان مقصد كو اوينا يصوبان هلا الله صوت دري بو هذا دقا الكتاقين يا نبي وحال الله صوت دري الهي كيلي هلا عابدو احنيا لو شريقيا اصل كاس الله صوت دري اصل كلفتك سحبتو كسعوتها قريش وحيتر أنه إلهنا ونعبده إنا نمان يريرنا وقدر إنا ونراعنا إنا طيب إلهي ونعبده إنا وانبري إنا ولي بحلق برواقضة أي أن إلهي سبحانه وتعالى نمان يرير وشفعاء وسطاء بيننا وبين الله أنضادنا إنا
ومضينا لكن مركي إيشو ديكتو حالدو حماتو وبدو أي كعضو أمام هوشو أي نقوات كاتو إلهي كلي بريينا. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين قريش وركض وعدا مركي حالدو كؤات كاتو ولي بدا اني ما انت واقع سنت دونت نواب سي قوسيس او شيديس اني والبربي ها عسكد الهي كلي بري جري مركا بنانكا لو سو بخي خوغو هوشي اي دماتنا وملك الا وشدو مقلجت واي لو بهايان هوشي حساب تولي ميش كاسي ودهايا كو الصوماليه ما انت ريميغا اي ريباديه او بدن يا اصحاب القرى والريف او بدن في الرخاء وشده وشريك يلان ولي عند شده ادرينهم ninka soomaaliga qabuuriga ee sheekh abd qadir iyo sheekh weys iyo wadaadaha bari ee dooyinka abootooyinka bariya xilliga barwaaqada iska daayaanba xilliga barwaaqada waa roon yihiin dugsi quraankaas iyo wadaad xog u xirsi u gooyay mooyeen hawlaha weyn ma wa galaanba laakiin baabuuru saaran yahay markuu god ku dhaco ama baristara oo jabal ah sheekh abd qadir uu leeyahay inda shadaaid buu ilaahay shariigay lahayaa waa aksal mushriki quraysh قريش عند الشدائد إخلاص بالإيمان جريئة توحيد سافئة أن أقول لكن كو أنه حاوي عند الشدة بيبكو عررها يعني تامرك وحدريم إذا إن قلب أكوة يهي أولياء ذا إيه أهل قابر قلب أكوة يهي قريش ميل إيسان قارئين قارئين باكو عدان أرين تهو أدو شرحين الشيخ الإسلام ابن تيمية يا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وكذلك الشوكاني وكذلك الأمير الصنعاني وحي عديين انطبع عديين صدح ولي بقدم بيس متاخرين تا وحي عديين محمد عبد الوهاب شوكاني صنعاني وحي عديين مشرك زماننا ايا كقال لما بدل مشرك قريش في هذا المساله لو جدا في هذا المساله وفي توحيد العباده والالوهيه وحقيقه اوي نول بود سومر دقن كاس اما قبلها قاركو تجي با غرني المها عرورتها وحا لو ابابيا مركو مقش راعها يا انه شريك يلو حين يربى لو راعنا وما قلب لو راعوا كافكن ولما ما قال مكافأة كانت الراعي عروتاس نول بحو عسكان هي أوجي نول بأوجي أيد بأوجي هبلو فقه هبلو نول بإله يربو له عروتو حلوة أبن هي مركي اللي بيما أدو إن أويالك الله عر هو يد بأن هولها وضع به باوضة فأبواه يهودانه أو ينصرانه وفي رواية أو يشركانه مشرك بكدقها هي والدين تباوح يكوكوها بي وتكوكان جاريس نقول ومرك خد كامر بفهم وكهر هيا مرك واحد جرو ولا يخر نوي وأنكر وحكو إنكر على من دول أفتى فتوضي به بما ذكرنا ومن أهل العلم يقوليها علماء كمدة يو الدين وأهل الدين دين تله إنكارا ضفرات بليمت شنيعا فلح علماء مرك نقول بهوشا مرك وحكا اللي إنه كهر رقم بيقولها هيا الإمام العلامة الحلبي الشافعي رسالة سلوية قام رسالة في ألفاظ الكفر مركو كتابك بالله مقدم حوري بعثني على جمعها رسالنا قرأ وحيقو كلفي أمران لما أرمود بولي رسالة قرأ إريد الوقع لبكو أروري بس الأقوال المكفرة للمسلم بأروري طيب وقبل أن يجيء الوهابيون نن أهو يشافعية ولب سوفئها متكلما زاهدا عابدا حول الله ورد بيقو بحشي محاجرة مدكو بعد عامدي ما أنت جوقتي وحا افكو دو كوب طيب رقالمو من دين تعايا من ملائكة فانتا من الله وحكا الشيغا من إلهي غير كبريا مركا عامد قالمو يدحف ديان برأي سنكور قبين مد الله بعد علماء قيبك همدا ايا اسكو خلطي بوحا لغو قالو بي وحا لغو قالو بي لبدا كوحود بان وير رها يابو كوح وحان قالمو هم بي قالمو كدقون وان قوان ها يابو كوحنا رقم بوحاون غينا قالمو كو اقدان تار لبدا الريموت شيخنا تيب وقال اصنع عليه وحيقول بحشي ارنكا اصدقا انان وحكبر رجل ولم يكن وما اهانن لهم لمن كان منكرين تاه بانكار ذلك ارنكا ان الديدان نكو هدو حكو ديدو اما كو غلط قال اما كو قنصدو دليل يحجيه قرنا اوها يستوح لقرته وي واقيب واحرق يدوي لكن ان ملع الله ونسكت قال لهم هيا يادون كبريان كبدا ولم يكن لهم لهؤلاء المنكرين وما أهان بإنكار ذلك أرنك حقا إن الديدان وإنكران والدفران مسترد عسكت صحيح فيو لا من كلام الله كلامك إلهي بيسن وحي مستند كهل النبول
وآيات قرآن يوضان إليه آيات باتو سيسا أنا كان الدفاع عيسى ما هي ولا من كلام رسول الله مستند كاس ولا من كلام رسول مستند كي كلام إله نقول هي كلام رسول هي كلام أهل العلم وإجماع هذه نقول هذا إجماع عن بان هيستا أون حجي زنيا آيات عن بان هيستا أون حجي زنيا حديث كان أنقر كدقان هي وأن إلا فهمي كرو طيب لكن إنه إسكتافرات حق والد ذا يديد ويوحوه لا من كلام الله بين مستند كهي سنين وكتابه قرآنك ولا من كلام رسول الله رسولك لأي كلام كسي الدليل كما هي ستاني يميل عسكدا ولا من كلام أئمة العلم علمي علومة دي سيو قامين أينا كلام كودي كما هي ستان قرية مستند يو الدين علومة دي علمي إيه دين تبا إلا هاسي شيء أرنك هاسي هادوسا مستند جرين وحجة أيسا هاي سنين ما هي حقه إنكر هايان وعلومة دي حقه ولدك الله ما هي شيخ وقوشي إلا أنه خلاف عاداتهم وأسلافهم إلا تكفير يو كي أشهدنا يي إيه سوما يي تكنها يي مركو قال لما كل عين لا تكفير يو وحي خلاف طيب لقني يقانين ما هاي ونفس الشيء سوما لأنه مكت مركو يدعوذ صوب حضي أي حقوي ستة تابق الشيء نفس الشيء بي هاي من تكنها يو سوما يو صلاة هاي عبادة سنة يو سجود ميشا سجود كغطى الله هلا قال يسيو مركو قال لما كل عين هول نقول عصوبة هاي تقالك كرد عيوب ويدين هدي الآن من كان بوصعدة إلى أمن كان واسعده إلا أنه خلاف عاداتهم رقم كودي عادات مد خلاف سنبو أها يون نقضي هوش علوم لي ما دين أوه إلا تكفير من تلفظ بالشهادتين وانتسب إلى الإسلام وعمل ببعض الشرائع ثم أنه وقع في كفر وناقض من نواقض الإيمان بو كرد عين يو أسلاف وعادات أسلافهم أو يالكود يددك كهر يصدقن أهين إن ضدك إنك النوع عاز الله تكفيري عادنا وما هنا أجا ضدك كهر رئي علماء كدقين مثلا أمد قيو أهانا رقنا وما هاي مركز شيء عادي هدو خلافه حق به هذا اللي مر الديو وهي عادي مسلمين تخلاف لكن حق درا الله طورا شيخ لكن إنه شيء إنه خلافه عادي هذه يدقن كي أسوجرين كأه يدو أقصو بربارتي بعض الكمان نقضي وحب بعض الكل نقضي بدليله وبمستنده عياذا بالله الله نكما قال لي بالله إله سبحانه وتعالى من الجهل أقون ضره يا والخذلان أيان ضره يا والتعصب فارقبيل أنت أصبح الله كما قال لي بولي أقون ضره أن حقي حدود الله قرن وينه أيان ضره حقي أن قرن أن كوها قاقا وينه طيب يا فارقبيل ديميت وحق كائن رصابة أنت عراء درن وينه طيب انت بوحاوه الجهل هو ركن من اركان الكفر وي طيب الامام القيم حول الكفر اركان والايمان اركان من اركان الكفر الجهل بالله والغضب والحسد والكبر افر تركني بالله قال لم افر تير بيلاد اركان الاسلام ما جتين اركان الكفرنا او كازا المهم جهل ودبو كان حق ودن با ديديسا طيب وراق ودن با كو دمانيسا مره خوري عياذا بالله عائدين بالله الله نو كم قالينا من الجهل أقون تردي ميت يقول خذلان أي أنظر خذلان كحون قن أي حق عملك شيء قاد قرط أي أدفع أنت بعد قام قرم رئيسا مركب حنقول إنسان إنك أصغاو بالي هذا الغاو الغاو وإنك رمى على علم من ضل عن الطريق على علم وغاو كاليهود إنك لكن رمى على جهل ضال بالي هذا أقول ترى إنك الله ما جاهل بلو يقانا قرآن كده بدك عبر السنة ضبا ضال بك عبر من وجهه إنك لكن على علم ومعرفة حق وغب إلى أجر مرة غاوب على هذا طيب يو التعصب تعصب هو فرق قبيل ديني دو كائن دترة حق أورك لو كنت أغني هاي أما أكو سحني هاي بكاء نصابية هذا باطل كاذب ودين كاغد هاي وأذكر وحن شيء قد رأب الشيخ إن شاء الله تعالى من ذلك أي من نقول أهل العلم قصة أبسا مسألة ما شيء بان شيء قد رأب مصد أي مهم تاي أما أمحو آي آدي اللي قبها هي إليه الحاجة ما مصد الحاجة وحي بآي وطابان يسو إليه حق يسو يعني شيء مهمة فروع إيو مسائل ترفية إيو كل لحن ما يأصول إيو نقول بان كين ستوس وطابان إيو مسلم كمتلفت كبشهادتين حقا أن الله إيمان يعماش إسلام كقيبا كمذا ومع ذلك مقترف بالشركيات والكفريات وحقوسيا كالدرابول
ما شيء وأذكر من ذلك أي من نقول أهل العلم في هذه الفصول وحنكش يقول ما شيء مصت أي مهم نقطب الحاجة الباهظة اللوقب إليه أصغر وهو غلط أي كو خلدمين فيه كده سمن غلط روحي خلدمي وكو خلدمي ومن المنصوبين كو الله تيرياء إلى العلم في هذا الزمان علوم هذا حلقا جوقته مسائل كو خلدمين أي من مسائل الكفر والإيمان كو صعب سن ضدك قاركين أي كو فشلمان بان شرح الدوران أبو شيخ ويلي رحمة الله تعالى عليه نسأل الله هوش أو كهل الشيخ يا إن علماء الكتاب كقرا مسألة عن كفريات كأيو نواقضها وحصلها الذكور لما هو يسوي جرين بأيد علماء المسلمين مركي بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم ودنتي وردت من الجامعة أو بلانا أيد عضي علماء المستقرن قال بعض يصدحات أفراد وكتب كله كتب رد الله يقان ولا قش كتاريخ الردة قاب كل رد دبي أنواع دي أو بكر دجال الذي سي مسلمين تهلك قد ديرا ذلك قيبه كلا هاي وكتب عان وقرر قصد عادي الله بعد بلا قريوي طيب قرون متأخرة يا دنب مركب مسلمين تو جهل وكبة طي هي شركيات كي كفريات كل كتب دنب على ألف وحا كتب خاصة ألفي شيخ محمد إسماعيل الرشيد وإمام حنفي أها ودن تي قرن جي سقالات تضبب سديات بقول لحني تضبب بقريودي كتاب وحليه ألفاظ الكفر ويرى هي الفاظ قال لماذا كينا وحاكوا له كتاب اللي في كوسابس الكفر والرده كوسابس ابن حجر الهيتمي الاعلام بقواطع الاسلام بقرا كتاب لي هذا وحيبه لو اوغانا الاسلام كو حقويه بريه كتاب هذا قيمه بدن وين وي اسو و خوينه 973 هجره وحا كتاب كلو قرا قاسم بن صلاح الدين الحلبي الرساله واسونا من ائمه الشافعيه كجره رساله في لفظ الكفر اسنا قري و خودنتي كون 1900 يواسقون قري إن تاسو كتبه حلق القري وهابيو مجوغان طيب وحاكلوا كتاب قري شيخ اسمه مسعود بن أحمد أبو المعالي رسالة في الفاظ الكفر تهمدا اسكجوك تدعى ننكي مسلم قال لما كرد عي وحي يردار وشرع عن لهين قال يسي إن لقوتهم هو تكفير يا خارج يا ديك إسلام بنيسان يا مسلمين تو قال يسين يا إن لقوتهم هو وحال وضو واتمه ريسوي لأنه تبارك الله ما هيو تبارك لما مجرت مركو وين لغدا لا عيو أو سيدي محمد هاي نبي محمد شاعر ويو كاهن ويو ومجنون ايو أساطير الأولين بوطاء ايو وحاس لضل دلوي دعايا دنا وح وقدنا أهل التوحيد يا شيخ حق مجرى سمعت إن لقاد له ولا قال دقا الله ما مقع دكت وناقص في المسلمين وأوش أقدر طيب قالوا ما دام مركو أجي نروح هذه سمعت اللي قد له نسكن في بحية بس ونول أصور نقول بيبي الروبوت كدر يريبه ما دام أجدادهم وين هؤلاء هاس وقت كوب حيانه أفوفانوي طيب أول الدين تيني ببدلها يا ذلك يبو جالسين هيا فرعون وطاغي لم يدا أدون كوسون سومرين نبي مسوح كتب ما يأين الدين تبدلها يا خير كم وناك سناي ذي وناك في الجري ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد بوليه ومصلح فرعون بمصلحة وحاجين هيا موسى نوى مفسد بلوك فسادين هاي وركا وركا سعدوي طيب هاو شاسي مركا ميلا بدان بكسو دعضي مركا ايما دعوة النجدية الودي بي شبه النوع عن وحبات تكفير سان دكي باد قالي سيان ديك باد بني ستا كتابة وين بكو قرين وحاكم إذا كتابك هو عن سن مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام كتاب وين ويا شيخ عبد اللطيف باسكلي ابن عبد الرحمن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب بأسكاله وكتاب وين وكذا الله أيه ضلك التكفيريات أما أي الدلان وحي كل دلان يا وحي كل جاليسيان إنه يهاي شيء صح أو الدين الدلة ذي تاريخ ذي سي وحول عورم بقالي قلي عراقيين وأيه مشركين أبو مركا شيخ ولا نقاش هاي نسأل الله إله وحنا ودي سنينا سبحانه وتعالى أن يوفقنا إنه نوافجيه أو نوهجاجيه لما يرضاه إله وحرالي كيه وجعليه وما العمل عمل ونعكسنا ويجنبنا إله إنه نقد دارينا ودسنا ما يسخطه إله وحو النعبي هاي ومن الزلل بادي ودمتانا إنه لا يخيب ما هاي مهن قوبه من رجاه إله روح الرجية إله روح الرجية مهن قوبه ما محاوية أيان درق مرد عدوي خيبه وحاوية وإن ذهن قوضه أم محو هاي خسارته بل لو جدا ولا يرد أما ولا يرد إله إلى معليه سؤال من دعاه أما ولا يرد لمن نقول لمعليه
سؤال من دعاه إلهي روحي بريا سؤاشي سبريضة أضمها مخلصتنا كإيمان إذا إلهي من نقوى أقبلا إلهي روحي رجية سبحانه وتعالى مهو أيان دريو ما قد يلوجي ذا فنقول وحان لنا وبالله التوفيق انتهي نوجه هذا بالله التوفيق عواسك بالله كتابك هلك عواسك جوجن إن شاء الله تعالى.